لقيته. لقيته يا فندم؟ لا، العقد. عقد؟ ايوه، خد بص. عقد شكله غريب جدا. العقد ده فين؟ انا جربت المجوهرات حته حته، ما كانش موجود. قصدي سيادتك ان القاتل يكون سرقه؟ اكيد. العقد ده له علاقه بالقاتل، لانه اختفى بعد انتهاء الحفله وقبل انتقالنا لمعاينه الحادث. مظبوط يا فندم. انا افتكر اني عارف العقد ده كويس قوي. اصله طراز مش عادي، والواحد ما يقدرش ينساه، خصوصا اني انا اللي جايبه من ايران. غالي، دي حاجات زمان يا بيه، ما بقتش موجوده دلوقتي. ثمنه كان 10,000 جنيه، انما دلوقتي اكيد يساوي اكتر. خصوصا ما بقاش عقد، ده اصبح تحفه فنيه. ما تقدرش تفتكر انت بعته لمين؟ ايوه، بالتاكيد بعته لشاهيناز هانم الدراملي. مش فاكر عنوانها؟ عندي العنوان بتاعها، بس ما اعرفش ان كانت غير ولا لا. اهلا، في حاجة؟ اهلا استاذ احمد صابر يا فندم. مش دي فيلا شاهناز هانم الدراملي، ولا احنا غلطنا في العنوان؟ لا مظبوط يا فندم، شاهناز هانم تبقى والدتي. طبعا اذنك. قرب شويه انت اهو، اطلع فوق. انت ناحية مش تفهموني ايه الحكايه؟ تفتيش بسيط. معاك؟ عندنا تصريح من النيابه. امال فين شاهناز هانم؟ الله يرحمها. انا اسف. من امتى؟ من حوالي 5 سنين. المرحومه كان عندها عقد من طراز نادر وقديم. هو فين؟ معرفش، ما عنديش فكره انت بتتكلم عن ايه. العقد ده كانت لابساه سناء كامل في حفله عيد ميلادها، باين قوي في الصوره. شوف كده دلوقتي نعرف. عن اذنك يا فندم. العقد ده اختفى قبل ما نتنقل لفيلا سناء ليله الحادث. ها، وده الشيء الوحيد اللي اخده القاتل. وانا داخل ايه في الموضوع ده؟ انت بقى صاحب العقد. انا معرفش اي حاجه عن العقد ده، ما كانش في الميراث. يظهر المرحومه اتصرفت فيه وهي عايشه. مش شايف انها حاجه غريبه ان عقد نادر زي ده تمتلكه شاهناز هانم اللي هي والدتك، وبعد وفاتها بكام سنه تمتلكه خطيبتك المجني عليها، ويكون السبب في قتلها؟ تمام يا فندم، ما لقيناش حاجه. تمام يا فندم، مفيش حاجة. شفت انك ظلمتني؟ دي المرحومة كلمتني تستنجد بيا، ده اللي ملخه على الحادثة. سيادة المقدم، سيادة المقدم، الهوا ده يا فندم. لقيته فين؟ في الخزنة يا فندم. طب هاته هنا. مين اللي ودى العقد ده عند سناء كامل؟ ومين اللي جابه هنا؟ معرفش، ما عنديش فكرة. أحمد صابر، انت متهم بقتل سناء كامل.
مش القصر بتاعكم اللي في المانيال برضه؟ كان زمان قصر قبل ما تاخدوا الحراسة، دلوقتي بقى حاجة تانية. والباشا موجود؟ الله يرحمه مات بالسكتة، وماما وراها. الله يرحمه. وانت عايش في القصر لوحدك؟ انا وعبده الوحيد اللي فاضل من 30 واحد كانوا بيخدمونا في القصر. أول مرة أقابل إنسان حساس ورقيق بالشكل ده. يمكن الوحدة هي اللي أثرت فيا، أنا ما كنتش كده. ممكن أسألك سؤال وما تتضايقيش مني؟ أنت عرفتي غيري كتير. أنت فاكرني قديسة؟ كل إنسان وله تجاربه، لكن أنا حاسة إني هحبك قوي قوي. تعرفي ان فيك شبه كبير قوي من والدتي. سناء انا ما قتلتهاش، ده انا بحبها وبروح اشوفها كل يوم. وكنتم ازواجا ثلاثه، ده انا بستريح بشكل وانا جنبها. بس كده احسن، كده احسن. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.